عليكم ورحمة الله وبركاته، إخواني أخواتي، معكم محمد في فيديو جديد اليوم حول كيفية تصاميم للتيشيرتات على ميرش باي أمازون أو لأتسي أو لبرينت أند ديماند، أو إذا كان لديك حتى متجر أو موقع لبيع التيشيرتات والتصاميم. لذلك سأريكم كيفية إنشاء هذا التصميم الذي ترونه هنا بطريقة جد بسيطة جدا ولا تحتاج إلى مهارات عالية. أول خطوة نقوم بها هي إنشاء ملف جديد هنا على نيو، ونقوم بإدخال المقاسات المطلوبة منا في ميرش باي أمازون، وهي 4500 على الويث و5400 على الهايت. الريزولوشن يمكن تغييره إلى 69 بينش إكسل، وتغيير الكل اللون هنا إذا أردت الباك جراوند، ثم تضغط على كرييت. سترون أن هذا التصميم هو الذي سنقوم بإنشائه في هذه الحلقة. أول شيء نقوم به هو تغيير اللون هنا على الباك جراوند. تذهب على سوليد كولر، ثم تقوم بتغييره إلى اللون المشابه للون الذي موجود هنا على هذا الديزاين. فعند الضغط هنا سيقوم بإعطائك اللون المطلوب، تضغط على أوكي، ويبدو أن اللون مشابه كثيرا لهذا اللون. تقوم ب يعني إنشاء التيشيرت على حسب الباك جراوند أو الخلفية التي تريد. يعني إذا كان التكست يكون أبيض، فمن الأفضل أن تكون الخلفية يعني داكنة قليلا. إذا كان التكست داكن، تكون خلفية قليلا لايت. يعني في هذا سنبدأ أولا. أول شيء نبدأ نذهب على جوجل، نذهب على جوجل ثم نكتب lion head png vector للبحث عن رسومات للأسد. يمكنك اختيار بطبيعة الحال أي من هذه الرسومات، لكن تأكد من أنه تذهب على tools ثم usage of right على حقوق النشر، ثم تختار labeled for non commercial use لكي تحصل على الرسومات التي يمكنك استعمالها في يعني في التيشيرتات أو في أشياء أي يعني مشروع تريده. يمكنك اختيار أي من هذه الرسومات، أنا سأختار هذا لأريكم بالدقة يعني كيفية إنشاء نفس التصميم الذي أريناه لكم في بداية هذا الفيديو. تذهب وتضغط هنا، ثم تأتي بالرأس، رأس الأسد، تضعه في المنتصف إذا أردت، ثم تقوم بالضغط. يمكنك تكبيره لاحقا، فقط أنا سأضعه بهذه الطريقة الآن. تضغط على أوكي، ثم تذهب على الإكليبس تول. أول شيء إكليبس تول، ثم تضغط على الشيفت، ثم تقوم بإنشاء دائرة موازية وتكون تغطي رأس الأسد بهذه الطريقة، تكون في المنتصف لا بأس. يمكنك تغيير لون الدائرة بالطبع إلى أي لون تريد إذا أردت. سأتركها بهذا اللون، أو ربما سنقوم بتغيير اللون إلى الأبيض ربما، أو إلى يعني لون يكون. تذهب على الإكليبس، تضغط عليه، تقوم بتغيير لون الدائرة هنا بالضغط على الإكليبس، ثم فيل، ثم نضغط على اللون الأبيض. ثم نأتي إلى هنا على اللايرز في الأسفل كما ترى، ونقوم بوضع الدائرة أسفل الرأس لكي تظهر لنا بهذا الشكل. يمكنك بالطبع وضعها في المنتصف، ثم تذهب على اللاير رأس الأسد، ثم تضعه في المنتصف كذلك. هذه أول خطوة تقوم بها. ثاني خطوة تقوم بإنشاء التكست. تذهب على هذا، تضغط على الإكليبس أولا على اللاير، ثم تضغط على التكست، ثم تذهب إلى هنا، ثم كما ترى هنا تغير هذه الدائرة إلى هذا الرمز. عند ظهور هذا الرمز يمكنك الضغط ليعطيك يعني التكست يكون بشكل دائري على حسب الإكليبس الذي وضعته. سنكتب هنا the lion كما فعلنا في السابق، ثم نقوم بالضغط على هذا الرمز لسحب التكست إلى الأعلى قليلا لكي نراه. يمكنك بالطبع تغييره إلى بوب راست في هذا الفونت الذي استعملته في نفس الديزاين الموجود هنا كما ترى. ثم يمكنك بالطبع تكبير النص أو تعريضه، سنفعل ذلك لاحقا.
أما الآن فقط نقوم بوضع هذا ثم تقوم بالذهاب على Layers ثم Copy ثم Paste هذا التكست نفسه في أسفل هذا اللاير كما ترى هنا. لماذا؟ لنحصل على تكست 2 من هذه اللاين. ثم نقوم بسحب التكست إلى الأسفل ثم نقوم بالضغط على هذا الأرو هنا ليعطينا تغيير يعني منص تغيير هذا النص وتحويله من الأسفل إلى الأعلى كما ترون هنا. نقوم بسحبه إلى الأسفل على الأسفل هنا في المنتصف، نقوم بسحب الدائرة إلى الأعلى كما ترى سيظهر لنا بهذا الشكل. بهذا الشكل ستجدون هنا النص الأول The Lion and هنا The Lion. ماذا كتبنا هنا في The Best Quality؟ نذهب على هذا النص، نضغط على Text ثم نغير هذا النص ونكتب The Best Quality. Quality. Okay. يبدو أن النص متباعد. تضغط على مرتين على Text ثم تذهب على منصة Text ثم تقوم بسحب الكلمات قليلا إلى بعضها البعض الحروف عفوا. هكذا نحصل على هذا التكست، لكن النص كما ترون هنا غير مشابه لهذا النص، يعني هنا الفونت مغاير قليلا لهذا الفونت. سنذهب ونرى الفونت الذي استعملناه وهو اضغط مرتين هنا ثم اضغط اذهب على الفونت. هذا هو النص called Gene. هذا هو النص الذي استعملناه. يمكنك كما قلت إبعاد الكلمات عن بعضها أو إرسالها إلى بعضها البعض. هذه هي الخطوات الأولى. بعدها كما ترون هنا الدائرة غير موجودة، يعني فراغ، هناك فراغ. فنقوم بنفس الشيء، نذهب على الإكليبس هنا ثم كما ترون هنا فيل اللون أو لون الدائرة. نذهب أو تذهب على Layers في الأسفل هنا، تضغط على الإكليبس يعني على الدائرة ثم تذهب على Fill ثم تقوم بالضغط على لا لون يعني No Color. كما ترى اللون قد انسحب. فتبقى معنا Text The Best Quality The Lion هنا كما ترون كبير، وهناك Text آخر King و The Best Quality على هذا الشكل صغيرة قليلا ثم نجمتين على المنتصف. أولا نقوم بتكبير هذا التكست بطريقة عادية جدا، تكبير التكست The Lion بالشكل الذي نريد، ثم الضغط على هذا ثم The Lion ثم The King كما ترين في هذا في الديزاين السابق. نذهب في الأسفل ثم نكتب King، نأتي بالKing هذه الكلمة وضعها هنا كما ترون هي كبيرة قليلا. بالطبع يمكنك تصغيرها بالذهاب على Text ثم تقوم بتصغيرها قليلا هنا ثم تقوم بسحب هذا التكست إلى المنتصف قليلا ثم تذهب على اللاير الذي فيه Lion ثم تقوم بسحبه قليلا. يمكنك تكبيره دائما في أي وقت تريد حتى يكون بشكل جميل وممتاز. يعني الفونت والكولر أو على شكل الديزاين يجب أن يكون يعني على حسب ذوق المصمم، يعني شكله وحساباته وتصغيره تكبيره يكون فقط على حسب ما تراه يعني جيدا لك. The best quality هنا نذهب عليها ثم نسلكت the text، نقوم بتصغيرها قليلا لأنها تظهر وكأنها صغيرة في الديزاين السابق، ثم نقوم بسحب الكلمات إلى الأعلى قليلا هكذا. ثم هكذا نكون يبدو أن الدائرة فيها كما ترون الدائرة يبدو أن فيها خط يعني دائري كما ترون أبيض يظهر، ونحن هنا لا نراه يظهر أبدا، يعني إذا ضغطنا على كما ترون لا يظهر أي خط. فهذا المشكل صغير جدا. نذهب على الإكليبس مرة أخرى على الدائرة الموجود الذي استعملناها في هذا الديزاين، نضغط على إكليبس ثم نضغط على ستروك ثم نقوم بنزعه تماما لكي يذهب كما ترون هنا. نقوم بسحب The Best Quality Text إلى الأعلى قليلا. ثم الآن نذهب و
كما ترون هنا الديزاين فقط مصغر قليلا على هذا الديزاين، لكن المشكل ليس مشكل أبدا. يمكنك الذهاب أولا على رأس الأسد، ثم الضغط على Command T على ماك أو Control T على PC، ثم تقوم بتكبير الرأس قليلا كما ترون هنا، ثم تذهب وتسحب الكلمات إلى الأعلى قليلا. نفس الشيء مع King، يمكنك ضغط كي فتضعها هنا، ثم The Lion على Layers، ثم تقوم بسحبها إلى الأعلى قليلا، وبهذا الشكل يظهر لك. أو يمكنك وضعها في نفس المكان، فقط نسحب الرأس الأسد قليلا إلى الأسفل هكذا، ثم نضغط على King نسحبها إلى الأسفل قليلا، ثم نذهب على Best Quality. هذه أشياء بسيطة، يعني تعديل الديزاين فيما بعد يظهر لك هكذا. عند الانتهاء الآن نريد أن إيجاد نجمات، يعني stars، لوضعها على الجانبين. كما قلنا تذهب على stars png white، تختار لون وتقوم بنفس الشيء ب images، ثم tools، ثم non commercial use لكي لا يكون هناك حقوق. هذه النجمة تبدو جميلة، فهذه الخلفية يجب أن تكون شفافة بالطبع. ثم بالسيف على ملفك على اللابتوب، ثم تقوم بحفظها، أو يمكنك فقط دراج هذه النجمة هنا، ثم تكبيرها قليلا بالشكل الذي تريده، ثم سحبها هنا على جانب الديزاين لكي يكون يعني موافقة وكأنها يعني في نفس محور هذه الكلمات. تقوم بالضغط على لاير هنا النجمة هذه، ثم تقوم بكوبي بيست لكي تظهر لك نجمتين، ثم تقوم بسحب إحداهما الأخرى على الجانب الآخر من هذا الديزاين. وهكذا نكون قد أتممنا هذا الديزاين وهذا الشكل على الفوتوشوب بطريقة سهلة جدا. خذ وقتك في تصميم التيشيرتات، لأنها يعني إذا صممت ديزاين يكون جميل ورائع، سيقوم الناس بشرائه بشيء عجيب جدا. لذلك لا تتهاون وقم بعمل متقن في هذه الناحية. هذا هو هذه الحلقة قد أكملتها. أريد أن أريكم الحلقة السابقة كيفية وضع هذا الديزاين على مرش باي أمازون، وكيفية وضع الكلمات المفتاحية والعنوان الخاص بها والكلمات المفتاحية الموجودة كالبولت بوينت يعني جذب أكبر عدد من المشترين إلى التصميم. وبهذا نكون قد أتممنا هذه الحلقة. أراكم في حلقة سابقة. يا جماعة لا تنسوا الاشتراك معي على القناة ليصلكم كل جديد فيما يخص البرينت اند ديماند والبيع على الانترنت وكل ما يخص التصميم وغيرها من الأمور إن شاء الله التي ستفيدكم. لذلك اشترك، سجل إعجابك بهذا الفيديو، وأراك في حلقة مقبلة. شكرا لكم كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.